السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بتكلم معاكم عن موضوع جدا مهم، وهو موضوع مهرجان دبي السينمائي اللي راح يتوقف هذه السنة 2018 وراح يتأجل على حسب اللي شفناه في الانستغرام عندهم في التواصل الاجتماعي في التويتر على 2019. طبعا أنا أقول لكم إياها بكل صراحة، أنا كنت في البداية يمكن قلت ممكن هذا بيكون في إصلاح، بيكون في شيء، في حاجة بيسوونها وراح يتعدل الوضع، بس حاليا مع مرور الأيام بدأ الاستياء يزيد عندي أنا ويزيد عند كل السينمائيين الموجودين، السينمائيين اللي هم موجودين في دولة الإمارات وأيضا السينمائيين موجودين خارج دولة الإمارات، كل شخص يحب الفن، يحب السينما، الفن السابع، مستاء من هذا القرار. ما في مهرجان في العالم يتوقف أو يكون مهرجان كل سنتين، هذا الموضوع يعني ما مش جائز ومش مش راضين عليه نحن طبعا كسينمائيين وكمحبين للسينما. طبعا في ناس بتقول لي يا اخي لا تسبق الاحداث، بس انا يعني من داخلي يعني مقهور صراحه. مهرجان مثل هذا يعني كلنا عيوننا دائما تكون على هالمهرجان في المنطقه كلها تقريبا، يعتمدون على هذا المهرجان اعتماد كبير. راح بيقول لي واحد يا اخي شو الاعتماد، اللهم السينما شغال والافلام شغاله، اي نعم الافلام شغال والسينما شغال، لكن في ناس تعمل افلام، في ناس تنتج افلام، في ناس تعرض افلام، في ناس يعني تتطور عن طريق هذه الافلام، تتطور عن طريق هذه المهرجانات، تضايق نفسيا يكون مهرجان راح عنها. نحن انا ولد المهرجانات، انا انولدت مع ثقافه المهرجانات في دوله الامارات العربيه المتحده في بلادي. مهرجان مسابقه افلام الامارات كان له فتره جميله جدا وعشناها، وفجاه سكروه. مهرجان الخليج السينمائي نفس الشيء، مهرجان شغل الاوسط، هاي المهرجانات راحت، والحين يدور على مهرجان دبي السينمائي. صراحه هاي صعبه جدا، ما نقدر نتحملها. في ناس انا اعرفها عندهم اعمال، في ناس بدات في اعمالها، في ناس خلصت اعمالها عشان مهرجان دبي السينمائي اللي كان بيكون هذه السنه 2018 ويتفاجئون بهذا القرار. يعني انا اقول يعني دفن الإبداع هذا جريمة صراحة، أنا أعتبره جريمة. يعني الناس مبدعين عندنا ما شاء الله عليهم، عندهم شغلات مهمة في مجال السينما راح تتوقف أو راح يعني ما بيكون ذاك النشاط. هذا الشيء يخوف صراحة، وهذا الشيء مو صحي، مو صحي أبدا في مجال الفن. أنا أتمنى وأرجو من شيوخنا الكرام، أرجو من كل مسؤول من المسؤولين الكبار أن يعني يتعاضدوا على هالموضوع ويحاولوا بأي طريقة أن يجدوا حل لهذا الموضوع، وإن شاء الله مهرجان دبي السينمائي ما يتوقف. طبعا كل شكر للأستاذ عبد الحميد جمعة والأستاذ مسعود رمر الله اللي كانوا وراء هالمهرجان، وأطلب من كل أعزائي من كل زملائي المحبين في مجال السينما وكل شخص محب لمجال السينما والأشخاص الموجودين عندنا في الإمارات اللي هم عملوا أعمال سينمائية، مخرجين سينمائيين أو يعني شغالين في هذا المجال، أنهم يتعاضدوا على هالموضوع، يحاولوا ويساهموا بكل شتى الطرق أن يتكلمون، ما يسكتون على الموضوع هذا. الموضوع هذا ما يسكت عليه، ما تخلون الناس ثانية تتكلم، نحن لازم نتكلم على هالموضوع، نحن لازم نحاول بقدر المستطاع أن المهرجان هذا ما يتوقف، المهرجان هذا ما يكون كل سنتين، ولا أن يفجأ يقولون لنا خلاص توقف عليكم المهرجان، لا، نبغى هذا المهرجان يكون مستمر على طول حتى عيالنا وأحفادنا يشوفون هالمهرجان. أنا أتمنى أنكم تتكلمون يا جماعة الخير، تكلموا لا تسكتون، أرجو أنكم تتكلمون بكل وسائل الاجتماعية اللي عندكم والإعلامية عندكم بكل الطرق. وسامحوني على الإطالة، معاكم كان حمد سيف الريامي وأنا آسف جدا على الإطالة. السلام عليكم.